هذا الدعاء لك أخي الحبيب لمواجهة المخاوف. كلنا يتعرض لمخاوف كثيرة، من النقص، من الفقر، من المستقبل، من المرض، من الظلم، من الأذى، مخاوف كثيرة. هناك دعاء مهم جدا سوف نتعلمه اليوم إن شاء الله. حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، كثير منا اليوم يعاني من الخوف. لماذا؟ يعني هو عصر الخوف، عصر مليء بالمخاوف، أصبحنا نخاف من أي شيء، نخاف من الحروب، من قلة الرزق، من الظروف الاقتصادية، نخاف من وباء، من مرض، من الأيام، أحيانا يخاف الإنسان من المجهول. سبحان الله، سبب هذه الظاهرة أخي الحبيب يجب أن ندرك أن الشيطان هو وراء هذه الظاهرة، يغذي هذه الظاهرة، ظاهرة الخوف من كل شيء. طبعا هناك نص كريم في القرآن الكريم يعلمنا ماذا نقول في حالة الخوف. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن هنا عندما تقول حسبنا الله ونعم الوكيل أنت دخلت في معية الله، في معية القوي، في معية الرحيم الغفور اللطيف القادر أن يحميك من أي شر، العليم الذي يعلم الغيب، يعلم السر وأخفى، الذي يختار لك الخير ويوجهك باتجاه الخير. إذن هذا دعاء عظيم أخي الحبيب، كثير منا يغفل عنه. يعني لو سألتك الآن متى آخر مرة قلت حسبنا الله ونعم الوكيل؟ ربما كثير من الناس يعني يقول لك أنا منذ أشهر لم أقولها. المفروض كل يوم تقول هذا الدعاء، وسبع مرات على الأقل. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء آخر موجود في آخر سورة التوبة، حسبي الله، وقال سبع مرات. يجب أن تكرر سبع مرات من أجل زيادة التدبر وزيادة فهم المعنى وزيادة أن تدرك عظمة هذا الدعاء. حسبي الله، الله يكفيني، لا إله إلا هو، هو المتصرف في هذا الكون، عليه توكلت، سلمت أمري وحملي وهمومي لله عز وجل، وهو رب العرش العظيم. إذن هذا الملك سبحانه وتعالى أنا توكلت على إله، هو المتحكم، لا إله إلا هو، لا يستطيع أحد أن يؤذيني بشيء إلا بأمر الله، لا يستطيع إنسان أن ينفعني أو يضرني بشيء إلا ما كتبه الله علي. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. طيب، عندما تقول حسبنا الله ونعم الوكيل ما الذي يحدث؟ الله تعالى يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء. إذن هذا الدعاء هو وقاية لك من السوء، لم يمسسهم سوء. هذا الدعاء يقيك المخاوف التي أنت تتوقعها. تتوقع المرض، الله يقيك شر المرض. تتوقع الضائقة المادية، الله يهيئ لك أسباب تقيك هذه الضائقة. فإذن أكثر من قول حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني نعمة من أتوكل عليه. أنت اليوم إذا جاءك رئيس أو وزير أو شخص غني ملياردير وقال لك أنا سأحل مشكلتك الاقتصادية، وأنت مشكلتك بسيطة بالنسبة له، يعني هل تشعر بالهم؟ هل تشعر بالقلق؟ كم كمية الفرح التي تشعر بها؟ كيف بالله عز وجل مالك الملك وخير من تتوكل عليه
وهو يكفيك، حسبنا الله، الله يكفينا. هذا الإله العظيم هو الذي يحميك من الخوف، يحميك من الشر، يقيك شر من يمكر بك. وبالتالي يعني أن تقول حسبي الله، هذه عبارة مهمة جدا، للأسف نغفل عنها ولا نتذكرها إلا عندما تضيق بنا الأمور. لا، ينبغي أن تذكر الله في الرخاء ليذكرك في الشدة. وأنت الآن مرتاح، أمورك المادية جيدة، حياتك جيدة، أعمالك تسير بشكل جيد، أكثر من قول حسبي الله ونعم الوكيل، لأن هذه العبارة تشعرك بالقرب من الله، تشعرك بالاطمئنان، لأنها من ذكر الله. الله تعالى يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فعندما يطمئن قلبك بهذا الذكر، حسبي الله ونعم الوكيل، أنت ابتعدت تماما عن الخوف. لذلك هناك إنسان يعاني من الخوف من الموت أحيانا، بعض الناس يخاف من الموت كثيرا. طيب لماذا؟ عندما تقول حسبي الله ونعم الوكيل، الموت هو رحلة إلى الله الذي أنت تتوكل عليه الآن وتقول الله يكفيني. ما دمت قلت الله يكفيني، إذن أنا لا أريد أحدا، أنا توجهت إلى هذا الملك سبحانه وتعالى وهو حسبي ونعم الوكيل. إذن لماذا أخاف من شيء هو مقدمة للقاء الله؟ لماذا أخاف من الموت ما دام هو الفاصل بيني وبين لقاء الله سبحانه وتعالى؟ فتجد أن المخاوف تتبدد. طيب أنا أخاف من المرض، طيب ما هو المرض؟ هو بلاء من الله ليرفع درجتي عنده، إذن لماذا أخاف؟ ما دمت قلت حسبي الله، إذن أنا أعتقد أنه إذا أصابني مرض لا يصيبني هذا المرض إلا بأمر الله، ولا يصرف عني هذا الضر إلا الله سبحانه وتعالى، لا يكشف الضر إلا الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. طيب ما دامت القضية كذلك، إذن أنا لماذا أخاف؟ الله هو الذي ابتلاني، هو الذي ضيق علي لحكمة هو يعلمها، لأنه يريد مصلحتي، يريد أن يرفع درجتي عنده يوم القيامة، يريد أن ينجيني من أمر فيه شر في الدنيا، فابتلاني بهذا البلاء ليبعدني عن هذا الشر. هذه القضية ببساطة يعني. فإذا لماذا أحزن وأكتئب وأخاف؟ رأيت أخي الحبيب، يعني حسبي الله كم فيها من معاني. طيب أنت تخاف من ماذا؟ من أن تظلم، تتعرض للظلم مثلا. طيب الظلم هو نوع من أنواع البلاء، والنبي عليه الصلاة والسلام أكثر مخلوق تعرض للبلاء، تعرض لمحاولات لتشويه سمعته، الطعن في عرضه، واتهام زوجته بالفحش والعياذ بالله، طعنوا في نسبه، قالوا إنه مجنون، قالوا عنه ساحر، ضيقوا عليه اقتصاديا، حاصروه، لحقوا به ليقتلوه عندما هاجر من مكة المدينة، تحمل كل أنواع البلاء وبقي صابرا محتسبا يريد وجه الله. هذا هو المثال والقدوة الذي نقتدي به. لذلك أحبتي في الله، يعني رجاء هذه العبارة لا تنسوها، أي لحظة تشعر فيها بخوف ولو بسيط مباشرة قل حسبي الله ونعم الوكيل، أو الآية الأخرى التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر سورة التوبة، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.